مرحبا، اسمي زينب شايب. مرة تانية بدي أخبركم شو بيصير هون بالولاية توليدو أوهايو، وأنا بشتغل بالكنال 11. وشكرا كثير إذا عم تحضروني هلأ. مثل ما عم بقلكم اسمي زينب شايب، أنا خلقانة هون، على عربيتي مش كل هالقد، بس رح جرب فصلكم قد ما فيني، وبعرف انه عربيتي مكسر شوي، بس بحاول احكي معكم لحتى تعرفوا شو عم بيصير معكم بالعربي. اول شيء، في 3 اشخاص ماتوا بتليدو من وراء الكورونا فيروس، وحدة منهم ماتوا اليوم. هي امرأة، مرة، عمرها 51 سنة. هي ماتت اليوم. هلا صاروا في 3 اشخاص بتوليدو اوهايو، هون بهالولاية، الماتوا من وراء الكورونا الفيروس. وهلا من النتيجة تبعت الكورونا فيروس هون بتوليدو، في 94 عالم عندهم الكورونا فيروس هون بهالولاية توليدو اوهايو، و 54 أشخاص رجال عندهم إياها، و40 نسوان عندهم إياها الكورونا. هلا بدي أقولكم إنه المستوصف صار عندهم 6 أشخاص بيشتغلوا بقلب المستوصف عندهم الكورونا، فسكروا هلا، بس بكرة رح يرجع يفتحوا، بس ممنوع حدا يفوت بقلب المستوصف مشان عم ينظفوا. فإذا بدكم تروحوا لعندهم فيكم تجوا، بس رح تضلكم برات الهيلث ديبارتمنت المستوصف. هن بيجوا لعندكم لنسكروا هلا، بس بكره رح يرجع يفتحوا. طلع في 6 اشخاص بيشتغلوا جوا عندهم الكورونا فيروس. وإذا هلا عم تحضروا، مثل عم بقول إنه في 3 أشخاص ماتوا من كورونا فيروس هون بهالولاية بتوليدو أوهايو، لوكس كاونتي، ووحدة منهم اليوم ماتت، الله يرحمها، مرة عمرها 51 سنة. فبدي إلكن إذا ما عم تحكوا إنجليزي وبدكن تعرفوا شو عم بيصير هون بهالولاية، فيكن تروحوا على الويب سايت اسمه lucascountyhealth.com lucascountyhealth.com، وفيهم يترجموا، في عندهم عالم بيحكوا عربي، اسبانيش، وكل شيء. رح فرجيكم الويب سايت هلا، ما بعرف اذا فيكم تشوفوا هاي الويب سايت، واذا طلعتوا هون بهالنص click for more information بتشوفوا كل الارقام، كل ال ماتوا الله يرحمه، انه كم شخص عندهم الكورونا فيروس. واذا تنزلوا لتحت في رقم ايلين بيحكوا عربي وبيحكوا كذا لغة، مش بس انجليزي هون، بس للانجليزي هون، للعربي، هي للغة انتو بتحكوها. الرقم 419-291-5355. رح عيد الرقم بعد مرة، هي 419-291-5355. هاي إذا بدكن تعرفوا الأخبار هون بهالولاية، وأكيد أنا رح كون معكن ورح تفسر لكم كل شيء بيصير هون بهالولاية. بس أنا حابة أرجع وقلكن شو بيصير، لان هلا هالخبر جديد قالوا لنا اياها. فانا رح اشوفكم بكره كمان، رح ترجمكم واطلعوا قلكن شو بيصير بالحكومه وشو بيقولوا بالمستوصف في لوكس كاوني هيلث ديبارتمنت. فاذا عندكم سؤال كمان قولوا لي شو بيسالوا، قولوا لي واسالوني، وانا رح اجرب قد ما في رد عليكم خبر، اوكي؟ بس حابه انه ترجمكم شو بيصير هون. سو انتبهوا حالكم، غسلوا ايديكم، ما تظهروا لبرا، خليكم بالبيت، وبشوفكم برا بكره ان شاء الله. باي باي.